السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض التارت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبعجينة مقدرة كلها موجودة في البيت. أنا هقول المقادير بالجرام لأن طبعا بيبقى أظبط بكتير من الكوباية، وأكتب لكم المقادير في أول تعليق مثبت بالكوباية. عندنا هنا هعمل كمية صغيرة، كمية 3 قوالب اللي هو القالب الميني الصغير، 100 جرام دقيق و 65 جرام زبدة أو سمنة تكون طبعا باردة، و30 جرام سكر بودرة يكون مدخول، خلاص، ومية ساقعة شوية صغيرة حسب ما نحتاج، بس تكون مية باردة، بديلها صفار بيضة، وطبعا كيس فانيليا. يبقى 100 جرام دقيق، 60 جرام سمنة أو زبدة تكون ساقعة من التلاجة، و30 جرام سكر بودرة مدخول، ومية باردة تكون من التلاجة، بديلها صفار بيضة وكيس فانيليا. أنا هعمله في الكبة بطريقته تبقى سهلة أوي. في الكبة هحط الدقيق اللي هو 100 جرام ده، يا جماعة دقيق فاخر نوع الضحى، هحط عليه السكر واحط الزبده زي ما هي وهي ساقعه، واضرب بقى كويس قوي في الكبه. اهو يا جماعه هبدا دلوقتي بقى اضرب، يا جماعه اللي بيحصل ايه؟ الزبده بتسيح، طبعا هي ساقعه بتبدا ان هي تسيح مع الدقيق وتختلط بيه زي ما انتم شايفين كده. هنكمل بقى ضرب، نجيب الكاميرا كده شويه تبقوا شايفين كويس من جوه. طبعا بصوا الزبده كلها دابت اهي مع الدقيق، وبقت بصوا الدقيق بقى متشربه ازاي، بقى طري طبعا لونه بقى اصفر، انا عايزه يبقى كده. طبعا لو مفيش كبه يبقى بايدينا نبدا ان احنا نعمل كده، ندخل الزبده مع السكر البودره مع الدقيق كويس قوي، بس طبعا اسهل حاجه الكبه. ايه بقى اللي هيلم ده ويخليه عجينه؟ يا اما صفار البيضه مع كيس الفانيليا، يا اما الميه الساقعه لازم تكون ساقعه. احط كده شويه واقفل واكمل خلط. العجينه اهي، بصوا بعد ما حطيت لها، بصوا حطيت لها قد ايه بالظبط؟ معلقه كبيره ميه ساقعه، وادي الباقي، ده باقي ربع كوبايه اللي كان معانا اهو، ادي الباقي منه. المهم ادي العجينه، بصوا عامله ازاي، بصوا انا عايزها كده، اقدر ان انا لما المها كده طريه وبتتلم معايا، عايزها تبقى كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحطها في التلاجه شويه حوالي 10 دقايق، وبعدين نرجع نكمل تشكيل بقى فيها في الاول. بس بصوا عامله ازاي، اهم حاجه السكر يكون بودره ويكون منخول، والزبده طبعا تكون زبده ساقعه. بصوا يا جماعه عندي هنا بقى قوالب التارت، دي القوالب اللي هي الصغيره. القالب ده كنت شاريه قبل كده ب5 جنيه الواحد، ده شكله تمام. ممكن دول او ممكن اللي هو الكبير ده اللي هو على بعض، الاثنين برضو كويسين، بس طبعا الكبير ده فيه ميزه ان هو بيتخلع كده، دول كده هتدوب بزيت معايا عشان بس يبقوا ايه، ما يلزقوش فيهم. وادي العجينه بعد ما بردت معايا بعد نص ساعه ما عدت او ربع ساعه ما عدت، بصوا قسمتها على 3 كور. خلاص هبدأ بقى اجيب كيس بلاستيك اهو، او ممكن ورقة زبدة، وادخل كده عجينة جواها، وابدأ ان انا افردها اهو. هو الشكل ده كده، وبعدين نفتح ونجيب القالب ونحط فيه العجينة أهو. أهو يا جماعة شايفين أهو، بدخلها كده جواها، بسكنها كده كويس قوي، وبعدين بعد ما سكنت كويس أوي هجيب بالفرادة دي أو النشابة دي، هبدأ أعمل كده. بص أهو كل الزيادة بقى هينزل من الأطراف بس كده أهو، وشكله منسق ومنظم وشكله جميل جدا أهو وبمنتهى السهولة. نرجع بقى نلم اللي اتبقى ده ونحطه في التلاجة شوية، وناخد اللي كان ساقع معانا وهكذا، ندخله في الكيس أهو، دخل في الكيس كده، ونفرد أهو كده، ونجيب القالب اللي عندنا أهو. بصوا كل التفاصيل أهو، نجيب القالب ونروح قلبين عليه العجينة نسكن كويس قوي كده من جوه، خلاص خلصت، اروح جايب نشابة وابدأ اعمل كده،
ولا بقى سكينة ولا أي حاجة. وخرجت بمنتهى السهولة أهي، بس كده. خلاص خلصت، بس قبل الخبز هنعمل حاجة واحدة بس بشوكة، وهبدأ أعمل كده عشان العجينة بتاعتي في الفرن متقليش. التارت يا جماعة مفيهوش بيكنج باودر، التارت مفيهوش بيكنج باودر خلاص. يبقى يا إما شوكة يا إما نجيب ورقة زبدة نحط عليها أي بقوليات. ورقة زبدة حطينا وعليها أي حاجة تلمع التارت إن هو يقلى في الفرن، عليها بقى فول، عليها فاصوليا، عليها أي حاجة، فاصوليا لوبيا، المهم كده أهو. وهندخل بقى الفرن على حرارة 200 تحت وفوق لمدة، بصوا، من 10 دقايق لربع ساعة. بالنسبة يا جماعة للحشو، ممكن تحشوا أي حشو أنتوا عايزينه، تحشوا فاكهة، تحشوا مربى، تحشوا أي حاجة أنتوا عايزينها. أنا هحشي بإيه؟ هحشي بكريم باستري أو كريم باتيسير. دي أنا بشتريها يا جماعة الكيلو ب 60 جنيه، بيبقى بودرة بضربه مع مية، أي بضربه قصدي مع لبن. المضرب الكهربي يديني الخليط ده او القوام ده، شبه الكريم بالظبط بس لونه اصفر. خلاص ده اللي انا هحشي بيه، هحشي 2 بالكاستر ده او الكريم باستري ده، والتالتة اللي هي هعملها بالشوكولاته هحشيها. ده كان عندي، كان باقي من الاكلير الفيديو اللي فات. ده عباره عن نص كوبايه من الشوكولاته حطيتها على النار مع نص كوبايه من كريمه الخفق الحلويات اللي هي الكريمه، كريمه الحلويات يعني السايله. بقيت انا معايا بالقوام ده كده، بصوا عايز اوريها لكم اكتر. اهي ادي قوام، بصوا اقدر ان انا افردها براحتي خالص. شايفين عاملة ازاي؟ نوضح اكتر، بصوا شايفين، اقدر ان انا افردها، اقدر ان انا اشكلها حسب ما انا عايز. فده الحشو اللي انا هحشي بيه، وطبعا بقى هزاي بفراولة او كريدة او اي حاجة انتوا عايزينها. ادي يا جماعة الطرق اهو، بعد ما خرج معايا من الفرن ده اللون اللي بيخرج بيه، بيبقى لونه كده، بصوا ده بيكون ملون شوية من الاطراف. هنسيبه بس كده شويه، وبعدين نبدا بقى ان احنا نحشي حسب ما احنا عايزين. دي عملتها بالكريم باستري او الباستري كريم، شكلها بص العجينه مظبوطه جدا. دي اللي هو كان معايا في الكيس اللي هو ده، هعمل كمان واحده بالكريم باستري برضو. نمسك الكيس كده اهو، بصوا، ونبدا ان احنا نعمل كده. تالتة اهي اللي انا هعملها بالشوكولاتة، بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. هاخد بقى من الخليط اللي عندي ده وابدأ ان انا احشيها وهي سخنة عشان تشرب منه شوية. بصوا بيلمع ازاي، وابدأ ان انا كده افرده عليها بسيط كده. يا جماعة الشكل النهائي ليه، لو حابين تلمعوا الفاكهة اللي تحطوها فوق الوش، اي نوع فاكهة من غير الفراولة او حتى الفراولة، يا اما تلمعوها بجل تلميع، او دي معلقه من الجيلاتين عليها معلقه من الميه ونروح ملمعين. بتدي لمعه حلوه قوي على فكره للفاكهه. ده طبعا لو انتوا عايزين، ده اختياري. خلاص هنا حطيت فراوله، وهنا حطيت واحده كريسبي اللي هو الشوكولاته، وده كده الشكل النهائي ليه. من جوه بقى بقول لكم شكله من جوه عامل ازاي. بصوا مقرمش من تحت ومن فوق طري، بس كمان هوضح لكم اكتر. شايفين الحشو من جوه مليء اهو، طعمه بجد حلو جدا، سواء كان اللي هو ده او اللي هو بالشوكولاته. اتمنى تجربوه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.